بسم الله الرحمن الرحيم، المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم وصباحاتكم دوما عبر لقاء جديد ويوم متجدد من صباح الشروق. سعيدين أن اليوم نكون معكم في رفقة ساحتين من عمر الزمان، فريق عمل متكامل، أعد لكم العديد من الفقرات. وأسعد جدا ب علي القاسم. مرحبا بك يا نسيبة. صباحك نور. نسيبة حسن، مرحبا بكم مشاهدينا كمان، صباحكم خير وصباحكم عافية. تحية لكل المشاهدون الآن من كل ولايات السودان ومن كل الحلال والسودان ومن كل المناطق في سوداننا الحبيب، وداخلين معاكم الرهان الصباحي المعهود فيه نقدم أجمل ما يكون وأجمل ما نستطيع ما يليق بصباحاتكم، تفاصيله الجميلة والمميزة. هكون معاكم مشاهدينا في لحن صباحي من كل اللي بيتابعونا الآن، في صباحكم محبة وصباحكم جمال. نتابع ثم نعود. أي فوق الولد شكره مع شوية عندي يا بنية، أخوك اللي صم قلبي بود مياه، أخوك اللي صم قلبي بود مياه. فلاشرت اخوك يا هنيا، لا خاف لاشرت اخوك يا هنيا، لا خاف لاشرت اخوك يا هنيا. الفاشت السند قلبيه محمية، قلبي يا بنيا فوق الولد شكر مع شوية. هلا فزل الظهرة حمرة عيونه أسلم ونصارى، قوم تيجي هلا فزل الظهرة حمرة عيونه أسلم ونصارى، جت الحارة يا بنية فوق الولد شغل مع شوية. أي بالراي والفكر ما شفنا مثاله، لسد النتر والزول سمي خالو، الراي والفكر ما شفنا مثالو، لسد النتر والزول سمي خالو، لسد النتر والزول سمي خالو. أين الولد من الحب شالو، النفوس خايفة، الخيل قلبا والسيوف طايفة،
السيوف طايفة، الخيل قلبت والسيوف طايفة، ليل انتصر عيوني ما شايفة. غنيله يا بنية واحدة من أجمل الأغاني الحماس السوداني، وخلينا نقول تحية الصباح كمان للفنان الكبير حسين شندي، والتحية لكل مبدعي بلادي الأهد ولمساحات الإبداع السودانية، أجمل الأعمال وأجمل الألحان المميز والمتميزين كمان كسودانيين. معكم مشاهدينا المساحة القادمة حتكون عن واحدة من يعني القضايا المهمة جدا المطروحة الآن على الساحة، وليها أدوار كبيرة جدا في ما العمل المجتمعي، وحديثنا حيكون عن جمعية تنظيم الأسرة السودانية. نعم، نرحب في هذه المساحة الدكتور بشير الجيلي رئيس جمعية تنظيم الأسرة السودانية. صباح الخير عليك. مرحب، صباحكم خير إن شاء الله. سعيدين بأننا نكون اليوم في الشروق في هذا الصباح الجميل إن شاء الله. زايد صباحك دائما دكتور بشير. ولو وقفنا عن اسم الجمعيه تنظيم الاسره، بتبادر للذهن طوالي انه مثلا هذه الجمعيه تختص بتنظيم الاسره، مثلا تحديد الانجاب او تنظيم الانجاب. بدايه حدثنا عن الاسم ومن ثم نشوف بدايه النشاه. طيب، شكرا جزيلا. الاسم هو حقيقه يعني واحده من المسائل اللي عامله ضغط. نحن لما نقول جمعيه تنظيم الاسره يعني تنظيم لا تعني تحديد النسل، نعم، ولكن تنظيم تعني يعني في الأصل التنسيق أو حماية أو رعاية هذه الأسرة، ودي الترجمة الحرفية لكلمة تنظيم اللغة الإنجليزية يعني سودان فاميلي بلانينج. نعم، لما نقول تخطيط يعني هو لو جاء الترجمة الصحيحة هي جمعية تخطيط الأسرة أو تنظيم الأسرة ورعايتها. في الدول العربية الأسماء كل الجمعيات المماثلة أسماء يعني كده جمعية رعاية الأسرة الفلسطينية كل أسماء كده، نحن بس وجدنا اسم جمعية تنظيم الأسرة وما حبينا نغيره، كان في محاولات في أنه نغير الاسم ونغير الشعار عشان يبقى وقع أفضل، لكن لا تحديد الناس. نعم، يمكن هي أهمية يعني أدوار التوعية في انها توضح المسائل وتفصل ما بين المصطلحات يعني. طيب، خلينا ناخذ نبذه تعريفيه على الجمعيه نشاتها وانطلاقتها. طيب، جمعيه تنظيم الاسره هي جمعيه طوعيه سودانيه نشات في العام 1965. نعم. وبدايتها كانت بواسطه اختصاصي النساء والتوليد، ومنهم يعني ثله من الناس توفوا، ربنا يرحمهم ويغفر لهم، لكن دي كانت البدايه وهي دي المبادره. وكانت المبادره اللي يعني الهدف الاساسي خفض نسبه وفيات او مسببات وفيات الامهات والاطفال حديثي الولاده، ده كان السبب الرئيسي لتكوينها. انضمت الى الاتحاد الدولي لتنظيم الاسره. طبعا الاتحاد الدولي لتنظيم الاسره هو اتحاد بيضم جمعيات تنظيم الاسره في العالم كله. نعم. وفيه 183 جمعيه او 183 دوله. السودان انضم في عام 1972 للاتحاد الدولي لتنظيم الاسره عبر مكتب اقليم العالم العربي. الجمعيه في تاريخ الطويل ده برضه مرت ب يعني جمله تغيرات. استراتيجيتها في البدايه كانت تعتمد على يعني توزيع وسائل تنظيم الاسره. بعد ذاك انتقلت الاستراتيجيه لتقديم الخدمه
بتعطي الصحه الانجابيه والصحه التوالديه كلها. نعم. والان نحن عندنا استراتيجيه جديده اللي هي استراتيجيه 2016-2022 ودي استراتيجيه اذا عملت بحيث انه ان شاء الله احنا في 22 نكون قدمنا خدمات كثيره عبر منافسنا. نعم، يعني انت قلت الجمعيه اسست من زمن بعيد جدا في العام 65، يعني دي مسيره حافله جدا جدا بانه نجيف عندها في الفتره اللي فاتت ما تم انجازه، ويعني ونشوف الخطه اللي هي انت قلتها من 2016 لحد 22. طيب احنا لما نتكلم عن الجمعيه دائما بنتكلم عن منافذ الخدمه الجمعيه. نعم. اول حاجه الجمعيه عندها 11 فرع في 10 ولايات. عندنا في الشماليه ونهر النيل وبور السودان، عندنا فرع في الرقوم، عندنا فرع في البوسط في مدني وفي سنار وفي القضارف وشمال كردفان، عندنا فرعين دي الولايات فرع في مراو فرع في الوضيط، وعندنا في دارفور فرع في جنوب دارفور وفرع في شمال دارفور. عندنا الان مقترحات في انه ننتقل الى ولايات اخرى، يعني اذا توفر التمويل لذلك. هننتقل المقترح انه كسلا وغرب دارفور وجنوب كردفان والنيل الغربي، اربع مقترحه تكون فيها فروع ان شاء الله في المستقبل القريب. بنقدم خدماتنا عبر منافس. نعم. يعني في المنافس بتاعتنا يا تكون عيادات بتاعتنا نحن اللي هي بنسميها العيادات المتكامله، ودي في كل فرع عندنا عياده متكامله. نعم. او تكون عيادات بتاعت اختصاصين خاصه، لكن بنقدم نحن الدعم بالوسائل وكذا. او تكون عيادات بتاعت وزاره الصحه اللي هي وزاره الصحه في الولايات، وعندنا تعاون يعني وطيد جدا مع وزارات الصحه الاتحاديه وكل وزارات الصحه في الولايات. دي واحده من المنافذ المهمه جدا عندنا، لان هذه بتقدم شنو؟ دخول مباشره. عندنا عيادات مع منظمات اخرى. عندنا عيادات مع منظمات اخرى، ودي ايضا بنقدم عبرها يعني خدمات. عندنا حاجه اسمها الوسيطات اللي هن بيوزع داخل المجتمع، بيكون دائما هن قابلات، واكبر يعني عدد من خدماتنا بنقدم عبر الوسيطات لانه عدد كبير وانتشار اكبر واسع. عندنا حاجه اسمها العيادات بالانجليزي اسمها سوشيال فرانشايزنج، اللي هي دي عيادات احنا دي اول مبادره تحصل في اقليم العالم الرابع، تقدمت عندنا في السودان هنا. مجتمعيه مثلا؟ هي عيادات مجتمعيه. دي بنقدم دعم احنا لصاحب العياده انه نهيئ له العياده بتاعته، نقدم له كل الوسائل، نوريه الطريقه بتاعت تقديم الخدمه اللي الخدمه تكون حزمه متكامله. نعم. وطوالي في نفس الوقت بنقوم نعلي شنو؟ الشعار بتاعنا. وبنحسب الخدمه اللي بيقدمها من الخدمات يعني اسمها عيادات الامتياز الاجتماعي. نعم. في نقطة مهمة يعني ذكرت في حديثك عن الجمعية أدوار مختلفة، منها الاهتمام والتركيز على الصحة الإنجابية وحفظ وفيات الأمهات. يعني في هذا الإطار نوع الخدمات اللي بتقدمها شنو، أو نوع التوعية المعني بالأم والأسرة بكون شنو؟ طيب نحن بنقدم خدماتنا يعني عندنا أربع نتائج. عندنا النتيجة الأولى اللي هي دي بتهتم بأنه بتغيير القوانين والسياسات المختصة بشنو؟ بالصحه الانجابيه. كويس. اللي هو ده حشد الدعم والمناصره. نعم. دي 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 دي, دي, دي اكثر اهتمامنا بها، لانه انت بتقصر ال 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 كل المعوقات خدماتك بتقصرها بشنو؟ تعمل لوائح وقوانين تخليك تقدم الخدمه. اثنين بنقدم خدمه للشباب. نقدم خدمه للشباب. والشباب دي اللي هي فيها نصائح وارشادات والتوعيه وتثقيف التثقيف الجنسي الشامل بنسميه، دي كلها خدمات بنقدمها للشباب، بتقدم عبر اللي هي بنسميها اركان الشباب في عيادات بتاعتنا المتنقله، وعندنا مسؤول شباب موجود في الجمعيه. بعد ذلك بنقدم الخدمات اللي هي الخدمه بتاعت الصحه الانجابيه كلها، بنقدم رعايه الام وما بعد الولاده، ما عندنا المراكز بتاعت الولاده ما عندنا، لكن شنو بعد الولاده احنا بتتم الزيارات لها وكذا. في بنشوف كل الحالات اللي هي كل الصحيه الاوليه، لكن بنركز على الاشياء اللي هي الامراض النسائيه من عقام واللحميات، وبنركز على الامراض المنقوله جنسيا
بما فيها مرض عوز المناعة المكتسبة اللي هو الاس ايوه نعم بما فيها يعني بنقدم خدماتنا لمن الناس المحرومين مش المحرومين لكن المحرومين الناس المحرومين والناس اللي ما بيوصلوا الخدمات لذلك انتشارنا واسع في الطرفين نعم يعني من ضمن الخدمات هي بدايه مثلا نقول للصحه الجانبيه زي ما قال الزعيم اللي هي مثلا ممكن يكون توزيع البيرث كنترول موانع الحمل للام هل بيكون مثلا بسعر معين ولا بيكون مجان ولا نحن دائما بنوزع كل الوسائل يعني نعم. اغلب الوسائل بنوزعها مخفضه وأسعار رمزية عشان نقدر نقدم بها الحادث للزول بيقدم عشان ما يعني ما يدفع من الميزانيات ولكن أسعار رمزية طيب هي النقطة الصح اللي طرحتها الآن يعني إنه والنقطة الصراحة فيها دائما علاقة تنظيم الأسرة وعلاقة الصحة الإيجابية بموانع الحمل وهذه الآلية المحددة المتبعة لدى الأسرة فإنها مثلا تقلل أو تنظم عدد أفراد الأسرة بأي حال من الأحوال ممكن أو بطريقة ممكن يزيد الصحة الإيجابية أو يقلل وفيات الأمهات هي بالحساب الوفيات الأمهات هي الوفيات أثناء الحمل والولادة إذا قلت عدد حالات تلقائيا بتقل نسبة الوفيات تلقائيا انت اذا قلت عدد الحالات بتقل تلقائيا لكن انت لما تباعد المسافات بين الاطفال لما تباعد المسافات هنا الست بتاخذ فرصه في ان تعوض كل المخزون بتاعها من حديد وكل المواد المهمه جدا جدا وتستعد استقبال الجنين الاخر ودي يعني هي موجوده حتى في القران يعني المباعده يعني في مده محدده بتفتكروا انها مثلا الادل المثالي ما بين الحمل والاخر نحن بنقول يعني سنتين في عامين زي ما زي ما موارد في القرآن يعني بعد ذلك القيمة تترك للزوجين إذا أرادوا تكون مدة أقل فبها إذا أرادوا تكون أكثر ذلك خيارهم نعم البرنامج متواصل لما يعني تتم الولادة في إنه بيكون كل التطعيمات وكل الفاكسين للطفل المولود الجديد نعم هتكلم على الموضوع ايوه طبعا هي لو ولدت في البيت القابله اللي هي بتكون يعني الناس المسؤولين في جمعيه تنظيم الاسره بتتابع معها التضعيف بتتابع معها ما بعد الولاده الزيارات في الاسبوع الزيارات في الاسبوع الثاني والزيارات في الاسبوع الثالث النص الارشاد اللي بتقدمه للمراه في اثناء بعد الولاده يعني نعم وبعد ذلك طريقه الرضاعه طبيعية وده كله بتشرحه لها شنو؟ تشرحه لها الأقل اللي هي نحن بتكون دي عندنا من الناس اللي بوزعوا الوسائل لدى المجتمع. يعني في التوعية أكثر. التوعية عندنا محاضرة، عندنا برنامج كامل بتاع التوعية بدخل في المراكز بتاعتنا وبدخل المراكز وبنعتمد في توعيتنا دائما على الشباب. نعم. نحن عندنا الشباب اللي بقسم جدا جدا في تنظيم بنعتمد عليه في توعية المجتمع وفي توعية هم انفسهم يعني اللي هو اسم تدريب الاقران هم يدربوا بعضهم وكذا وكذا وهي التوعيه يعني المعلومه يعني اللقاء صحيح وبعدين لكم صراحه عمليه الاسره جابوا ما سبق من جانب المرتبط بالجنسيه معلومات كثيره عنها ومعلومات على المستوى المجتمع وكل ما بالنسبة لليهل أكثر انتشار يعني كمان عن المحاربة على مستوى زواج الأطفال يعني يعني خلينا إيجابية يعني وفيات الأمهات طبعا شوية من اللي في 21 سنه تقريبا المعلومه دي يعني 16 بالمناسبه هاي كبير يعني النقطه
نظام دفاع كذا لما نجي كلام هي هنا بيكون يعني عشان هي ضدها يكتمل يعني 21 لكن ما نتكلم عن زوج 20 سنه او ما 5 سنه على زواج الان